السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في هذا الفيديو سوف نعرف كيف بدأ التقويم الميلادي وما علاقته بالتقويم الروماني، بالإضافة إلى معاني الشهور الميلادية ومن أين أتت تلك الأسماء. لم يعرف تقويم السنة الميلادية على النحو المعروف عليه الآن مرة واحدة، وإنما خاض عدة مراحل تاريخية خضعت لحسابات فلكية اقترنت بالشكل الديني. وفي الأساس فإن اسم تقويم السنة الميلادية يدور حول قاعدة حسبة السنين بعد عام ميلاد السيد المسيح، وينسب هذا التقويم إلى راهب أرميني يعرف باسم دينيسيوس. ولم يدم نظام تقويمه للأبد، حيث دخل بابا روما غريغوريوس الثالث عشر وعدل النظام للشكل الحالي، وجعل العام الميلادي يتبع النظام الشمسي. ففي البداية اعتمد الرومان تقويم السنة على جعل العام 10 أشهر، ثم تم دمج التقويم الشمسي مع القمري بقرار من الإمبراطور نوما الروماني، وسرعان ما خضع هذا التقويم للتزوير بسبب الكهنة الذين سموا أشهر السنة على أسماء القياصرة الروم. ولم يكن الرومان في أساس تقويمهم يعتمدون على ميلاد المسيح، وإنما يؤرخون لبداية العام منذ تأسيس روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية حين ذاك. ولم يكن شمسيا ولا قمريا خالصا وقتها، حيث كانت السنة 304 يوما موزعة على 10 أشهر، أولها شهر مارس وآخرها شهر ديسمبر. فكان هناك فارق حوالي 50 يوما عن السنة القمرية. وعندما احتلوا الرومان مصر كان التقويم في مصر حينها عبارة عن 12 شهرا موزعين على السنة، وكانت على هذا التقويم تنظم فصول السنة الأربعة ومواعيد الزراعة والحصاد. وكانت لمصر بصمتها على الرومان، حيث قام يوليوس قيصر بتغيير التقويم الروماني ذو 10 أشهر وأضاف شهري يناير وفبراير على التقويم الروماني، وأصبحت السنة العادية 365 يوما، وجعل عدد أيام الشهور الفردية 31 يوما والزوجية 30 يوما، عدا شهر فبراير كان 28 يوما، بالإضافة إلى زيادة يوم كل 4 سنوات على شهر فبراير ليصبح 29 يوما، وتصبح هذه السنة 366 يوما وتسمى بالسنة الكبيسة. وعرف هذا التقويم بالتقويم اليولياني نسبة إلى يوليوس قيصر، وتم العمل به في سنة 45 قبل الميلاد. ومثل غيره من التقويمات خضع هذا التعديل أيضا إلى التزوير فيما بعد من أجل السياسة، فتم تسمية الشهر السابع باسم يوليوس قيصر، فصار اسمه يوليو، ثم في سنة 33 قبل الميلاد سمي الشهر الثامن باسم القيصر الروماني أغسطس. ولكي لا يكون شهر يوليو أكبر من شهر أغسطس، أضافوا في الشهر الثامن يوما، ثم عدلوا عدد أيام الأشهر بعد أغسطس، وغيروا القاعدة، فصار سبتمبر 30 يوما، وأكتوبر 31 يوما، ونوفمبر 30 يوما، وديسمبر أخيرا 31 يوما. فالتقويم اليولياني هذا كان مبنيا على التقويم الروماني القديم، والذي يعتبر بداية التاريخ هو إنشاء العاصمة الرومانية روما سنة 753 قبل الميلاد. وفي منتصف القرن السادس دعا الراهب الأرميني دينيسيوس إلى وجوب أن يكون ميلاد السيد المسيح هو بداية التقويم، ونجح هذا الراهب في دعوته، فأصبح عدد السنين منذ سنة 532 ميلادية يعتمد على سنة ميلاد المسيح وليس تاريخ إنشاء العاصمة الرومانية روما. ولكن أكد بعض المؤرخين القدامى أن تاريخ ميلاد السيد المسيح كان قبل مقتل الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر ب 42 عاما، أي في سنة 4 قبل الميلاد وفقا للتقويم الذي وضعه دينيسيوس، أي هناك فارق 4 سنوات عما تم حسابه في التقويم والذي اعتمدت عليه كل التقويمات فيما بعد. وجاءت المرحلة الأخيرة فيما بعد تقويم السنة على يد غريغوريوس الثالث عشر بابا روما، حيث لاحظ أن يوم الاعتدال الربيعي وقع في اليوم 11 من مارس بدلا من 21 مارس بفارق 10 أيام، وأمر بتعديل التقويم اليولياني، حيث تم الاتفاق على حذف 3 أيام كل 400 سنة من التقويم السابق، وتعديل التقويم ليوافق الاعتدال الربيعي يوم 21 مارس، وهكذا باقي الفصول. ونام الناس يوم الخميس 4 أكتوبر سنة 1582 ميلادية، واستيقظوا يوم الجمعة 15 أكتوبر 1582 ميلادية،
حيث تم احتساب ذلك اليوم بعشرة أيام كاملة، وتغير التاريخ منذ ذلك اليوم، وسمي هذا بالتقويم الجريجوري نسبة إلى بابا روما جريجيريوس الثالث عشر. ولولا مكانة بابا روما وقتها ما كان هذا الأمر ليقبل عند جموع الناس، ولذلك قاومت الدول غير الكاثوليكية هذا التقويم حتى استقر الأمر عليه في القرن العشرين، فقبلته كل الدول مدنيا، ولكن القيادات الدينية لم تقبل هذا التعديل في الكنائس الأرثوذكسية الرومية، واستمروا على التقويم اليولياني والذي أصبح الفرق بينه وبين الجريجوري حاليا 13 يوما. لذلك فبحسب التقويم الجريجوري يحتفل المسيحيون الشرقيون بعيد الميلاد في 7 يناير، أما الجميع يحتفل في 25 ديسمبر كل حسب تقويمه. وكل هذه الاختلافات إنما تدل على عدم دقة تحديد بداية التاريخ على ميلاد السيد المسيح، بالإضافة إلى التغيرات الكثيرة التي حدثت في ترتيب الأيام والشهور. أما عن أسامي الشهور الميلادية فإليكم سبب تسمية كل شهر، فيبدأ العام بشهر يناير، وسمي هذا الشهر نسبة إلى إله الشمس وحارس أبواب السماء عند الرومان يانوس. أما شهر فبراير فسمي نسبة إلى فيبروس إله النقاء عند الرومان، وشهر مارس سمي نسبة إلى مارتيوس إله الحرب عند الرومان، ويعتقد عندهم أنه يجلب الحظ لبدء الحروب فيه. أما شهر أبريل والذي اشتق من كلمة أفريل والتي تعني التفتح لمظاهر الربيع والتي تظهر في هذا الشهر، ونسبة إلى إلهة الحب عند الرومان أفروديت. وسمي شهر مايو نسبة إلى الإلهة مايستا وهي رمز للشرف والمهابة عند الرومان. أما شهر يونيو فسمي نسبة إلى الإلهة الكبيرة عند الرومان وهي جونو، ويقال أنها زوجة جوبيتر. أما الشهر السابع يوليو فسمي نسبة للقيصر الروماني يوليوس قيصر، وكان قبل ذلك يسمى كوينتليس ومعناه الشهر الخامس في التقويم الروماني القديم. وسمي شهر أغسطس نسبة إلى الإمبراطور الروماني أغسطس، وكان قبل ذلك يسمى سيكستليس أي الشهر السادس في التقويم الروماني القديم. أما شهر سبتمبر سمي نسبة إلى الرقم 7 باللاتينية حسب ترتيبه في التقويم الروماني القديم، وشهر أكتوبر نسبة إلى رقم 8 باللاتينية حيث كان ترتيبه الثامن في التقويم الروماني القديم، وشهر نوفمبر نسبة إلى الرقم 9 باللاتينية وهو أيضا كان ترتيبه كذلك في التقويم الروماني القديم، وأخيرا شهر ديسمبر نسبة إلى الرقم 10 باللاتينية وهو كان ترتيبه في السنة الرومانية القديمة. إلى هنا نكون قد انتهينا، ولا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.